دكتور، النوم، النوم بعض الباحثين والخبراء تأكدوا ديما على ذاك النوم، ساعات تاع النوم 7 سوايع 8 سوايع على حسب الأجيال. 7 سوايع 7 سوايع، ولكن 7 سوايع 8 سوايع من جهات اولا غير نهضروا بان 24 ساعه اللي عندنا راه مقسومه 12 على 12 و12 من 6 الصباح، من 6 الصباح تقريبا 6 العشيه سي 12 ومن 6 العشيه ل 6 الصباح سي 12 دكا. الوغ مي كنجيو حنايا العشيه اي هنا عاوتاني دخلنا في الطبيه كنقولوا لو سيستم سامباتيك والباراسامباتيك، راه 12 ساعه ديال الخدمه وجع النهار ما عاش، سير خدم على راسك، سير دير المجهود وهرب ودير الفلوس ودير الخدام وقري الاولاد وخصو بالدار ديالك وكبري الدار ديالك كبري ولادك وهزي براجلك ياك. لو باراسامباتيك لادرينالين هذيك لا كورتيزول، انا ما قلتش لا كورتيزول خايبه، لا كورتيزول مزيانه في الوقت النهار 6 الصباح هي اللي كتفيقك، وما طلعش الهرمون في لي غلون سورينال ديالك اللي فوق من الكلاوي ما طلعاتش ما تفيقش، ولا ما فقتيش ليا فقتي ليا حتى 6 العشيه غادي نقول كاين شي مشكل عندك في الطاقه الحراريه ديالك، لان الطاقه الحراريه ديالك ديال المكانه بيولوجيك ديالنا كتفيقنا مع 6 الصباح لان الهرمون ديال الكورتيزول كطلع مع 6 العشيه، الهرمون ديالنا كتهبط وكدا توجد راسا النعاس 10:30 11 ماكسيموم حتى نمشيو نعسو. حنا شنو كنديرو؟ كنبقاو حتى 1 دو ماتان 2 دو ماتان بين 6 العشيه 2 دو ماتان خديتي 4 السوايع اللي كينتميو للجهه الاخرى. دونك دوما ناقصينك 4 السوايع ديال الطاقه الحراريه ديال لا شارج دو باتري. راه الجسم ديالك بحال الباتري، بحال التليفون ديالك اللي كتمشي تباتري، 6 الصباح كتهز التليفون تخدم به، 8 العشيه كتدخل ولا 6 العشيه كتعطيه تباتري، صافي سا ساغيتو لا. خدمتي به بزاف غادي ديرو معاه 4 العشيه. الوغ بالليل سي لو باراسامباتيك، يعني كيتسمى ديجيستيون اي غوبو. خلي الجسم ديالنا يشوف ديك الماكله اللي كلاها النهار كلها بحال واحد لوزين ويدير الترياج، صالحه ما صالحاش، صالحه ما صالحاش، هذا هو الخدمه ديالو. لان ملي كناكلو حنايا التفاحه على كنديروها في الخل ونستيريليزي وعاد ناكلوها، راه الجسم ديالنا متوفق بالبعيد باش هو يدير الاختيارات ديالو. وديك الساعه لا ديجيستيون، لا ديجيستيون ملي كتجي قلتها لك قبيله من السنان من لي زونزي من البنكريا من المراره كيكفحوا في المسرى الاول ديال الصغير، وديك الساعه كلشي مجهز. الا ما نعستيش بالليل مع لا ديجيستيون دابا نعستي حتى نعستي دابا حتى 3 ساعتين الصباح الصباح وتغديتي حتى 11 الليل عندنا 4 السوايع بعدا ديال باش نساليو غا لا ديجيستيون. يعني الى نعس كليتي مع 11 حتى 3 الصباح وباقي كيدير هو لا ديجيستيون باقي خدام، هو راه ما عندوش نورمالمون خاص 7 العشيه نسالو الماكله ديالنا 8 العشيه ما تجيش 12 الليل يكون هو سالا مع 2 الليل كندخلو في النوم العميق بروفون. هذيك الساعه ملي كنكون عميق في الجسم في العقل ديالنا عندنا واحد الهرمون اللي دايرك بحال شي حمصه لي غلوند بينيال، هذوك لي غلوند بينيال كيطلقوا ماكسيموم نورمالمون الهرمون النعاس هي لا ميلاتونين، كتبدا تقريبا من 8 وغادي كتطلع كي لا كورتيزون. كورتيزون كتبدا مع 6 العشيه ما كتجي 10 كتلقاك حتى واقف نايض خدام مزيان. الهرمون مع 8 العشيه كتبدا ديك لاكا مع 2 اللي ملي كندخلوا كتعطي احسن ما ياكل، هذيك سي ان اونتي اوكسيدون ضد الاكسيدات بيولوجيك كتبدا تنقي السمومات اللي دخلوا للجسم وتحيد. دونك الا ما عطيتيهاش الكفايه باش تنعس في العمق ديالها كتبقى تراكم الاكسيدات والالتهابات مع 365 يوم مع 10 سنين 20 عام كتلقى راسك كلك عامر بالالتهابات. لان الجسم ديالنا عنده وكل عضو في الجسم ديالنا عنده مكانه، الكبده عندها مكانه، الاستوما عندها مكانه، القلب عنده كل واحد صدق بلا كنسمو لا سانكرونيزاسيون كيفاش يخدم واي وقت يخدم.